أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد واستهدف مقر حكومة إقليم بنتلاند بوسط الصومال، مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات. وأعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أكد أبو زيد على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة شعب الصومال في مواجهة ظاهرة الإرهاب من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتوفير السلام والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق، مطالبا بضرورة تكثيف التعاون من أجل مواجهة تلك الظاهرة.